طالبة علم حامل وستلد قريبا إن شاء الله وتريد أن تترك وصيتها في حالة وفاتها، نرجو منكم الدعاء لها بالسلامة، وتسأل أيضا لديها مكتبة كبيرة، فهل يجوز لها أن توصي بها لإحدى الجامعات الإسلامية أو المساجد كوقف في حالة وفاتها؟ على كل حال أولا تؤمل خير، فبنات آدم كتب الله عليهن ذلك الحيض والولادة والإنجاب، فعليها أن تطمئن نفسها وتؤمن بأن الله عز وجل قد قدر الوفاة وسببها ومكانها، تؤمن بذلك وتستعد هي وغيرها من المخلوقات المكلفة، يستعدون للقاء الله بصالح الأمر وترك الزلل. ثانيا أن الوصية تكتب في حال مرض الموت، فهي إذا قربت ولادتها وأوصت لا حرج، لا قاطعة بأنها ستموت على هذه الولادة، لا علم للمخلوق، بل تؤمل خيرا، ولا مانع إذا داهمتها الولادة توصي إلى اثنين من أقاربها بما تريد أن توصي فيه بثلث مالها فأقل. وأما المكتبات فبلادها هناك في أمس الحاجة إليها المكتبة، فلا تستعجل عليها حتى في الوقت الذي تقرب ولادتها فتوصي بثلث مالها وكفى وشفاها الله.